تيجي هالموبايل يا جهاز. الو مرحبا، مين معي؟ اهلا 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 بست سعاد، كيفك؟ ايه وينك انت بالشام؟ ايه شو اخبار الشام؟ وانا كذلك وانا كذلك وانا كذلك. ايه بس دار حديث بيناتنا، ما اظن عندك جواب له، انه مين بعد في يحكي عن نجيب الريس؟ انه له كل العالم ماتت، يعني ما حدا بيعرف نجيب الريس هلا، يعني ما ضل حدا، يعني اذا كان محرج صحاب ما عاد في صحاب بلبنان، انقرضوا كله. بسوريا ما بقى في حدا، مين في سوريا بعد فيه؟ ما اظن، لا بده على الاغلب بده يكلف حدا يصور بره. يعني وبده صور استعمالها كارشيف، يعني ما عاد فينا، ما بقى في معالم من ايام نجيب الريس تتصور. يعني في الهافانا والحد الهافانا وفوق النادي العربي، عفرم عليك عمرو بيك سيدي. طيب وين الحال العالم على ابورا نحن كمان؟ قلت له تاخرت علي، لو جيت قبل 20 سنه كنت كنت بتقتل وبتذكر اكثر، وهلا لا هيك ولا هيك. الو الو قطع الخط. الو خلاص. نجيب الريس كان يحب مجالس الشعراء والفنانين وكذا، ويحب الطرب ويحب الكذا. كان في هذيك الايام مطربه شهيره هي ام كلثوم السورية، اسمها ماري جبران، وكان هو وجبران التويني صاحب النهار يتنافسان على ودها، فتغني ببيروت يجي نجيب الريس، تغني بالشام يروح جبران التويني. كانت مشهوره. يعني نجيب الريس حموي من أبوين حمويين، لا فات جامعة، تربى بمدارس حما، حفظة القرآن. عندما جاء الملك فيصل عين محمود الرئيس والد نجيب الرئيس مديرا لشرطة حمص، وفي حمص نجيب الرئيس تعلم على يد أساتذتها وكذا كل ما يتعلمه من اللغة والشعر والكذا، فأتى إلى دمشق في الإنباز والإبهام. وفي دمشق تعلم الحياة، اشتغل مع محمد كرد علي في المقتبس، شوي شوي أصدر القبس سنة 28، وفات بالأحزاب وبالكتلة الوطنية، وكتلة الوطنية كان من أعمدته، وصار جزء من المجتمع السياسي.
نجيب الرئيس ما كان بس صحفي، هو بالعهد الوطني كان نائب بالبرلمان، يعني كان على تماس دائما مع القضايا المطروحة لأنه يتاخد فيها قرارات مثل القوانين. كانت فترة مخاض، كانت في بلد عم تولد، في شيء عم يتأسس، كان في تجاذبات وصراعات كثيرة. كان نجيب الرئيس هو كان أو جريدته القباس كانت اللسان ناطق باسم الكتلة الوطنية. الكتلة الوطنية اللي كانت بهذاك الوقت هي عم تقود العملية السياسية بسوريا بعد ما انتهت الثورة، ثورة 25، وتغير نمط النضال من أجل الاستقلال من النضال المسلح للعمل السياسي. نجيب الرئيس توفى وأنا عمري 14 سنة. آخر لقاء لي مع نجيب الرئيس عندما زارني في مدرسة برمانة، ولأول مرة بيزورني من دون والدتي. قال لي يا ابني أنا ما عندي ثروة أترك لك إياها، عندي مجموعة من الأصدقاء هي ثروتك. مع مرور الزمن اكتشفت انه فعلا هؤلاء الاصدقاء اللي تركوا نجيب الرئيس انه مش اصدقاء بشر، هم سمعه، هم تراث، هم حكايات. وانا استفدت من هذه الاصدقاء في حياتي الصحفيه لاني تسللت الى الصحف عن طريق انا ابن نجيب الرئيس. وعاده عند الموت اذا كان هناك ثمه هاله فتنطفئ هذه الهالة. بموت نجيب الرئيس اشتعلت هذه الهالة، انه بجنازة نجيب الرئيس زحفت دمشق كلها، ما بقى في وردة، ما بقى في غصن. ومرت الايام وعند هذا المفترق انا ولدت عندي عقدة الاب. عقدة الاب هي بالنسبة لي هي ان اتمثل به. إنه مع مرور الزمن اللي صار في سوريا إنه أولاً أممت الصحافة وتعدلت القوانين وصارت الوحدة، فصار عندي تحدي أكبر إنه هذا العمل اللي هالجريدة هي اللي عملت كل هالهوبرة، خلينا نقول بكلمة عامية، إنه تستحق أن تعود إلى الحياة. قريت شيء عن نجيب الرئيس، عبارة وقتها قريتها بعتقد يمكن عند غسان الإمام، قريت عنده عبارة أنه نجيب الرئيس كان يكتب الافتتاحية تقراها الناس دغري تنزل على الشارع تتظاهر. الشغلة بالنسبة لإلي شيء خيالي، هذا أنه يكون تأثير بهالحجم لافتتاحية صحفية، يعني شغلة كتير كبيرة. هذا المفتاح اللي خلاني ندور مين نجيب الرئيس. دورت نرجعت نقب بتاريخ سوريا، لأنه كل حادثة يكتب عنها ويكتب عنها بطريقة ساخرة لازعة، يعني في عنده كان جمل حارقة نجيب الرئيس. كيف يعني غير أنه أنا اندهشت بهذا الأسلوب وحاولت أتعلمه بطريقة ما، يعني أنه كيف بيشتغل، كيف بيفوت بالافتتاحية عنده مثل كأنه واحد عم يأدي هيك رقصة سريعة أو دبكة أو شيء بشكل سريع، بيلفتك بياخدك معه لآخر، من أول حرف لآخر حرف، وبيختم ببيت شعر، بيت شعر عربي.
الصحافة حتى في الحقبة العثمانية كانت تخضع لرقابة شديدة، ولكن أيضا كانت تصدر. يعني قليل ما سمعنا أنه صحفي ذوبت أصابعه بالأسيد أو قتل أو اقتلعت عيناه أو كسرت أصابعه في هذاك الزمن، حتى زمن الأسود في السلطنة العثمانية، أقصد به زمن السلطان عبد الحميد. أتت فيما بعد مرحلة الدولة المستقلة التي لم تدم إلا سنتين بين 1918 و1920، ففارت الصحافة بالعناوين وصدرت عناوين عديدة، طبعا منها المهم وأقل أهمية. الصحافة صدرت أيام الانتداب وعبرت عن مشاكل عديدة، ليست فقط مشاكل وهمية كما الصحافة في الدول الدكتاتورية تلهي الناس بهذه الترهات، لا، الصحافة أيام الانتداب تحدثت عن الانتداب، انتقدت الانتداب، ومنهم نجيب الرئيس. الرئيس كان صاحب مشروع صحفي، كان أيضا صاحب مبادئ وطنية، كان صاحب تصور لما هي عليه حرية الصحافة. هذا الجيل، جيل الرئيس، كانوا نقديين ليس فقط تجاه الآخرين، كانوا نقديين تجاه أنفسهم، وهذا افتقدناه تماما في الممارسة السياسية والثقافية السورية. لا صحافة من دون حرية. سقطت الصحافة السورية مش لأنه ما في ورق ومطابع، لأنه ما في حرية، والحرية تنساق على كل مفاهيم الثقافة والفن والأدب، وهذا قبل اختراع كل آلات التعذيب بين المزدوجين والقهر والكذا والقمع اللي تقوم به الأنظمة والسلطات ضد كل ما هو رأي حر. والصحافة الحرة في زمن الاستعمار وزمن الاستقلال كانت شغلة مربحة، يعني مش شغلة سيئة، يعني بمعنى يعني كان شغلة منيرة يعني بتضوي. نجيب كان صحفي، مقالاته كانت بدون شك هي وثيقة سياسية فيك تعتبرها، كيف لما يمكن أن نحلم أن تكون عليه سوريا، لكن بالنهاية ما ترجمت لفعل سياسي، لأنه الفاعلين طبعا بغض النظر عن العسكر اللي بالنهاية بكل لحظة وبكل وقت مفصل يجوا ويسكتوا الكل. وكانت الشرارة الكبيرة اللي حفزت استقلال سوريا عن فرنسا هي قصف دمشق سنة 45، حدث 29 أيار 45 وقصف البرلمان وشهداء البرلمان. ومن هون بنجي لكلمة خالد العظم، بالنهاية كما كان الفضل للإنجليز بدخولهم سوريا كان الفضل لهم خروجهم منها. وهون بندخل موضوع بقى اللعبة الدولية، يعني بالمحصلة الحقيقة فينا نقول بمعزل طبعا مع احترامنا لكل تضحيات السوريين والشهداء اللي قدموهم، كان دور الأساسي الحقيقة لتوازنات القوى الخارجية سواء بالاحتلال أو بالجلاء. حمل الهوى
لم تعنه فمن يعين. حمل الهوى لك كله إن لم تعنه فمن يعين. حمل الهوى حمل الهوى لك كله إن لم تعنه فمن يعين. بيني وبينك الوطن في زمن نجيب الريس وطن لا نعرفه اليوم. إنما تنسى الحياة البرلمانية في سوريا بدأت في عهد الانتداب الفرنسي، كان في مجالس نيابية، كان في انتخابات. أين الانتخابات في عهد الاستقلال؟ آخر انتخابات تمت في سوريا في 1947، 1945 خلاص راحت، ما عاد في انتخابات. خمسينات انتهت الانتخابات. بعدين حريات الأندية، السينما، شوفوا الإعلانات بالقمص، لا إعلان مثله اليوم في صحيفة سورية اليوم. لا إحنا ما في سينما. فقدنا الصفة الثقافية الحضارية العظيمة. صار الوطن هو النظام وأحزاب النظام أو حزب النظام. وتطورنا من حزب النظام إلى طائفة النظام. هون الكارثة. أنا أشهد وأنا بلغت من العمر 80 عاما اليوم أني لم أعرف أي من رفاقي وزملائي ما هي ديانتهم حتى صار عمر 40 سنة. تفاقم الموضوع الأقليات، يعني في زمن الرئيس يا محلاه كما نقول. الأقليات زرع الشرخ الأساسي منها هو الإمبراطورية العثمانية، وعندما أيضا قبلت الإمبراطورية بأن تكون الأقليات مرتبطة بقوى خارجية، الروس مسؤولون عن الأرثوذكس، الفرنسيون عن الكاثوليك، البريطانيون عن الدروز إلى آخره. بما أنه لم تبنى دولة المواطنة، فكل إنسان ينتمي إلى مذهبه، إلى طائفته، إلى دينه. جاءت الحكومة الفرنسية وانتداب الفرنسي على سوريا، رسخ أيضاً هذا المنطق. ذلك كله في إطار انعدام وجود الانتماء لوطن واحد. إدارة التنوع الذي فشلت به كل الحكومات المستقلة بعد نهاية الانتداب، وبالتالي تقسم المجتمع تقسما عميقا، تقسما عموديا في العمق. لما بدهم يحطوا الدستور وبدهم يحددوا دين الدولة، نجيب الرئيس اللي لفت نظري فيه انه هو اصلا مسلم محافظ، ومع ذلك ما قبل انه يكون دين الدولة هو الاسلام او يتحدد دين للدولة. لو كانت هذه البلاد للمسلمين وحدهم لكانوا احرارا في فرض دينهم على انفسهم وعلى حكوماتهم وحكامهم، لكن البلاد ليست لنا وحدنا بل هي لنا ولغيرنا.
وخصوصا النصارى الذين كانت لهم قبلنا والذين دخلنا عليهم وهم فيها أصحاب دولة وملك ودين. تخيل انت تخيل حدا يحكي هذا الحكي هلا يعني. فترة حكم الأسد وابنه دعمت كمان بشكل كبير موضوع المناطقية والطائفية. يعني إذا كان في نوع من نفس وطني، ليس تيار، نفس وطني متواجد عند السوريين ما قبل 70 تم إنهاؤه ما بعد 70، وبالتالي كان سهل كتير العودة ما قبل الوطنية، لأنه أصلاً الوطنية ما كانت متجذرة، في سلطة قمعية موجودة. لما بيقولوا كنا عايشين صح تحت ظل سلطة قمعية، الكل ماشي كا 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 غنم، لا كان حدا له رأي ولا كان في حدا له قرار ولا كان في حدا في له رؤية. لكن لما زال القمع، خاصة مع وجود بعض المناطق المحررة وانطلاقة الثورة اللي هي بالنهاية، وكما قيل صح انه هي فعلا ثورة، كانت لها دور كبير بانه اوجدت في شعب سوري ما كان الشعب السوري موجود، بس ظهر بكل اخطائه ومثالبه وثقل وطأة الحمل اللي كان حامله على مدار السنين. الشعوب لا تشبع بطونها خبزا قبل أن تشبع نفوسها حرية وأوطانها استقلالا، وأن السوريين يطلبون الحرية أولا والخبز ثانياً. الحرية وحدها تطعم الخبز وتشفي المرض وتصلح الأخلاق وتنور العقول. بلا تردد وبلا جدال ما زالت هي قائمة. الحرية هي المطلب قبل الخبز، والخبز يأتي بعد الحرية وقبل الكرامة. الخبز مع الكرامة، لكن الخبز مع الحرية أهم. فنحن فقدنا الخبز وفقدنا الكرامة. الأنظمة الحالية أخذت منا الحرية وهدرت كرامتنا، ولكن لم تعطينا الخبز. فالسقوط اليوم أروع وأبشع من تلك الأيام. المطلب ما زال واحدا ولن يتغير، أنا في رأيي، ما دام الشعوب حية ما دامت سوريا تملك القدرة أن تطالب بالحرية. انه بال2011 بلشت قراءة التاريخ عندي، قراءة التاريخ السوري تختلف تماما. انا عم بقرا وصرت اغرق بالتاريخ السوري، كل مرة اغرق، كل مرة اكتشف شيء جديد، كل مرة اكتشف قديش نحن جاهلين. اكتشف انا اخر شيء وصلت انه نحن، انا تخرجت من الصحافة امية، نحن كلنا بنتحمل المسؤولية. نحن بمجتمع ما حاول يوصل، يعني انا مثلا بقول ليش اهلي ما حاولوا يوصلوا مع هذيك الفتره، في شيء نحن ما بنعرفه عنهم او ما كثير تمحصنا فيه، انه شو اللي ساووه على صعيد بناء الدوله، على صعيد بناء الهويه، هل اخفقوا فعلا او لا.
اختلفت عندي الموازين، صرت عم شوف أنا التاريخ عم ينعاد قدامنا بشكل كتير فج ومؤلم. يعني وقتها حسيت قديش نحنا كنا يعني كتير صعب انك انت تشوف اللي كنت عم تقرأ كقصة حلوة بلشت عم تشوفها ككابوس قدامك عم تعيشها يوميا كل لحظة ومجبولة بدمك مو بدم واحد من 100 سنة. قررت ساعتها انه خلاص لازم هذا الكتاب يصير، بس انه وصلت للهيكل اللي لازم يكون فيه، انه هو لازم يكون كأنه نجيب الرئيس هو عم يكتب مذكراته. يعني انا قمصت شخصية نجيب الرئيس، بلشت اكتب من افتتاحياته شيء له علاقة بالحدث الراهن. ما كان في كتير، كان موضوع انك تمسك الزمن بهالوقت وانت وعم تشتغل كثير صعب، كثير صعب، خاصة لما كنت أقرأ شيء عند نجيب آيلو أحسه كأنه هلا عم بقرأ على الفيسبوك، أو مثلا وقت اللي أهلي تحت الحصار وتحت القصف وشغلة فظيعة يعني وما في اتصالات. إلي مقولة استعرتها من صديق الشاعر الراحل حمد المهوب، أن التفاؤل ليس مهنتي. كيف بدك تتفائل؟ أعطيني حبة ذرة هالقد تدعو لتفاؤل سياسي ما بالمعنى الداخلي التطوري، ما بدي العلاقات الدولية وأمريكا وأمريكا وإسرائيل وإسرائيل، هو ده. يعني اليوم أخفر شيء في سوريا الأجيال القادمة هو التاريخ. حدا التاريخ لا يكتبه إلا المنتصرون. ما تصدق مهزوم بيكتب تاريخ. سوريا ما في خلاف حول كتابة التاريخ. سوريا أضاعوا تاريخها. ليس هناك من يكتب التاريخ. ما في كتاب تاريخ يا ابني. التاريخ يبدأ يا بالعهد حافظ الأسد وما بعده أو من قبله شوي. أول شيء النظام التعليمي. حرية التعليم. سوريا بتضل دولة جيوبوليتيكيا دولة مهمة وأساسية، يعني قلب العالم القديم. أنه بعد الحرب العالمية الثانية بعد انتهائها انقسم العالم لمعسكرين كبار وبديت شيء اسمه الحرب الباردة. بس ضمن المعسكر الغربي كمان كان في هناك تنافس، ليس صدام، كان تنافس بين بريطانيا وأمريكا. كانت أمريكا عم تسعى للحلول محل بريطانيا ومستعمراتها، فكان دائما تتراوح السياسات ما بين تنافس حقيقي بريطاني أمريكي بغياب الاتحاد السوفيتي. لما يكون في خطر سوفيتي يتفقوا مع بعض ضد الخطر الشيوعي القادم من الشرق. هلأ
المحورين هدول وجدوا بالسياسة السورية كمان الهون صدى. حزب الوطني بدمشق مثل مصالح المحور المصري السعودي وتاليا المصالح الأمريكية، والحزب الشعب بحلب مثل مصالح محور الهاشمي بالعراق وتاليا المصالح البريطانية. والسياسة السورية الداخلية كلها ترجحت ما بين هالخيارين من بعد الاستقلال. سنة 1947 الملك عبد العزيز آل سعود بيبعث لحليفه الرئيس شكري القواتلي مسودة اتفاقية مرور أنابيب التاب لاين بسوريا. أنابيب التاب لاين كانت مرحلة كتير هامة أو خطوة كتير هامة باتجاه ضخ النفط لأوروبا بأسعار رخيصة وبكميات كبيرة. خالد العظم كان بهذيك الفترة وزير اقتصاد، عمل دراسة للمشروع أو لمسودة المشروع وحط ملاحظاته أنه هو بالنسبة للخزينة السورية والمصلحة السورية هذا المشروع غير 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 مجدي واعترض عليه، وبالتالي لم يحول المشروع للبرلمان للمصادقة عليه. بنفس الفترة بعد ما توقفت الحرب العربية الإسرائيلية واليهودية وصارت الهدن ما بين الجيوش العربية وإسرائيل الدولة الوليدة، توقعت اتفاقية هدنة ما بين مصر وإسرائيل، الأردن وإسرائيل، ولبنان وإسرائيل. ما عدا السوريين كانوا رافضين يوقعوا اتفاقية هدنة. تحليل انقلاب حسني الزعيم بكامله لا يخرج عن الإطار هذا، لأنه دولة ديمقراطية وفي برلمان وفي معارضة وفي أحزاب وكذا ما كانت قادرة تمرر الاتفاقيتين، فلم يكن هناك من حل سوى حكم عسكري يمرر الاتفاقيتين، وبالتالي حصل انقلاب حسني الزعيم، وكان من أولى مهامه مصادقة على الاتفاقيتين. الملفت للنظر أنه بقضمها الأزمات السياسية هي كلها، الاتفاقيات اللي هي وقعت من قبل حسني الزعيم تاب لاين والهدنة لم تنقض، مع أنه رجع الحكم الديمقراطي ورجع في برلمان بعد سامي الحناوي، مع انقلاب سامي الحناوي، بس الاتفاقيات لم تمس. المراهنة على الخارج أحد أسباب فشل كل المشاريع الوطنية، ولكن الأساسي هو فقدان المشاريع الوطنية للمقومات الفكرية وللمضمون. عندما تكون فقط حامل شعارات ولا تقدم برنامج بديل، لا تقدم مشروعا بديلا، وعندما أيضا تكون أنت غير متحالف مع أبناء وطنك، وأضف إلى ذلك أن الاستبداد يجلب الاستعمار، هذه قالها الكواكبي وقالها آخرون منذ قرن. عندما يكون هناك دول مستبدة، حكومات مستبدة بحق شعوبها، فيصبح التدخل الخارجي ينظر له نظرة أقل سلبية من قبل العامة ومن قبل حتى النخب المقموعة بالمقارنة مع الاستبداد الدموي الذي يمارسه بحقهم سلطات بلدهم كما أنها لو سلطة محتلة. أما دمشق التي خربت بيوتها فإن أطلالها الصامتة هي التي تبرق بالعزاء، كما تبرق السواكل إلى قتلة أولادهن. إن الأطلال المحترقة في دمشق وتلك القبور المنتشرة في الغوطة هي وحدها التي تمثل دمشق وأفضل من في دمشق، وإن حفنة من تراب الميدان والغوطة، ذلك التراب الذي امتزج بدم الشباب الغالي، لن تسمح أن تطأها قدم ابن بركات رئيسا للجمهورية أو رئيسا للحكومة. إلا إذا نسي الفرنسيون ذكر قتلاهم ومصارع رجالهم
واغتفرت دمشق لابن بركات ما اغتفرت لجمال باشا. وهيهات أن تنشف دموعكن أيتها الأمهات في دمشق والغوطة. تلك أيام كانت أيام الانتداب الفرنسي، فدمشق في كل تي المرحلتين هي الضحية، ولن تقوم قيام دمشق إلا بانتفاضة حقيقية لأهالي دمشق وأهالي سوريا بكل أطيافها العظيم، لتقول لما يحجر اليوم من جرائم كفى كفى كفى. بعد 2011 كان صار الزمن يمر بشكل كتير غريب، بلحظة بتشوفه هو بلمح البصر، وبلحظة بتشوفه بقرون عم تتكسف قدامك وتعطيك خبرة لحظية. هيك في تأملات بتجيك بهذا الواقع اللي انت لما بتكون ضمن حالة حرب او ضمن، ما بتجيك بمحل انت مسترخي فيه. رجعت لزمن نجيب وبلاش اقرأ الواقع من خلال نجيب. زمني انا بقول لك انه كان زمن الحسرة، كنت كل ما عم بقرأ شيء عم بتحسر انه ليش انه مثل بلش حدا يوعى على فداحة الخسارات اللي روحناها نحن خلال 70 سنة، خلال اكثر من 70 سنة، تعتبر من العشرينات قديش روحنا قديش ضيعنا. ما عندي كان بلحظتها انه في كثير فارق بالزمن، هو زمن واحد ممتد. ما بقدر اقول لك انه والله زمني غير زمنه، لا هو نفسه. تعلمت شغلتين ودفعت ثمنهم، الجرأة والعناد. إن أنا كتبت بجرأة تخطت التقاليد المعمولة فيها في زماني في عدة مواضيع، موضوع الإسلام، موضوع الثقافة، موضوع النقد للأنظمة، ونص مقالاتي خمعت لأنه فيها كلام غير مقبول من قبل أصحاب الصحف لأنه جريء. والعناد أنه أصريت أنه أنا ما أشتغل شغلة تانية بحياتي إلا صحافة، ما كتبت أشياء أساسية إلا ومرة هو في ذهني أنه لو هو كاتبها تقنعوه. الصحافة العربية لم تلقى أي احترام أو وزن أو تقدير من السلطة في أي زمان أو مكان. وقت أنت بشر بتصفيهم من دمهم، سوريا صفيت من دمها السياسي خلال 70 سنة. الواحد قبل ما يروح على سوريا، واحد مثلي على القليلة أو عنده، بده يكون كثير مدجن وضابط أعصابه وضابط نفسه حتى ما يفوت في دهية زي ما يقولوا المصريين. سلامي عليك يا زمان الهنا والأمان، سلامي سلام عليك يا زمان.
زمن يا زمن يا زمن يا زمن علي يا زمن علي يا زمن علي يا زمن الهنا والأمان سلام العقدة الرئيسية بداية ومنطلق اللي حصل بسوريا كان سايكس بيكو. سايكس بيكو كانت مجال رفض عميق عند كل السوريين، لأنه نحن كنا بدنا وطن أكبر ببساطة. هذا الشيء انعكس على الإيديولوجيات والأحزاب السياسية يلي نشأت سواء بفترة الانتداب ولا لاحقا بفترة الاستقلال. الكل أجمعوا على رفض الكيان السوري. حملنا هوية لم نحترمها. وهون أنا ما بقول بقى دور القوى العظمى بالموضوع. القوى العظمى أعطتنا وطن صح، ما كنا نحن دور بي 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 بإنشاء الوطن اللي قسم لنا، بس نحن نتحمل مسؤولية أساسية إنه احتقرنا الهوية اللي بنحملها. كان كلمة سوري فيها نوع من الشتيمة، تقترن بإقليمي وانفصالي، ألقاب ما أنزل الله بها من سلطة، لمجرد أنه ما كان يجرؤ واحد يقول أنا سوري. حتى هذا عكس الجنسية، أنا لست سوري أنا عربي سوري. وهذا الشيء كان له دور كبير بعودتنا لما قبل الوطنية، وهذا اللي حصل فعليا بعد 2011. طبعا النظام غذى كتير هالأمر، هذا اشتغل كتير. يعني بمعنى عدم وجود هوية وطنية جامعة عطى كتير فرص وإمكانيات لحتى الآخرين يتحكموا أو يكونوا قادرين على تسيير مجرى السياسي السوري. السوريون لم يكونوا مستقلين في القرون الخمس الماضية على الأقل وأكثر من ذلك. لم يكن هناك دولة سورية، كانت سوريا جزء من الإمبراطورية العثمانية، أو المنطقة التي نسميها سوريا الآن كانت جزء من الإمبراطورية العثمانية، وكانت الإمبراطورية العثمانية أيضا تستقطب السوريين. يعني هناك أيضا التبعية بحث عنها بعض النخب السورية أكثر مما بحثت عنها الدول لدى النخب. يعني الاستعداد للتبعية يحمس أكثر الأطراف المسيطرة على أن تفرض أجنداتها. كان إحساسي في زمن عم يضيع، ما بتقدر تعمل فيه شيء أنت، لأنه نطاق حركتك عم يصغر عم يصغر عم يصغر. أنت بمدينة صرت تحسب وين بدك تروح وين بدك تتحرك، في قذائف عم تنزل، في كهرباء عم تنقطع بالعشرين ساعة، في ما بتقدر تنتج ما بتقدر تعمل شيء. هو ما كان هروب، هو كان في شيء لازم ينعمل فيه جدوى. كان في إلحاح من بعض الأصدقاء أو شيء إنه طلعي، إنه لا أنا إذا طلعت ما عندي شيء أعمله برا، ما عندي أدوات أعيش فيها برا، ما فيني أعيش برات لغتي أنا. وحتى إذا رحت على جغرافيا جديدة قريبة بنفس اللغة ما حقدر كون مثل ما أنا هون. أنا لا أفهم سوريا وأرجع أقرأ الزمن من أوله، نرجع على أول شو بقولوا ساعات اليوم أو ساعات النهار أو ساعات الفجر، لا أرجع على الفجر لا أوصل للغروب وأفهم هالدورة هاي اللي صارت بدي أكون هون. نضال لنجيب الرئيس، وهو أول كتاب كتبه وأصدر له. الكتاب يهدي إلى يوسف العظمي ويقول فيه أنه يهدي ما كتبه وما سيكتبه
حتى إلى يوسف العظمي. يوسف العظمي كان بالنسبة لنجيب الريس البطل القومي الذي لا غبار عليه. أهم في بالنسبة لي أهم في الكتاب هو أنه لأول مرة ثبت نجيب الريس النص الحقيقي والكامل لنشيد يا ظلام السجن خير، وحط صورته في سجن أروات هي بسنة 34. يقول نجيب الريس: يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. أيها الحراس رفقا، واسمعوا منا الكلام، متعونا بهواء منعه كان حراما. لست والله نسيا ما تعنيه بلادي، فاشهدوا يا نجم إني ذو وفاء وبدادي. يا ظلام السجن خيم، نحن لا نخشى الظلام، ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. ما بقدر لك إنه والله زمني غير زمنه، لا هو نفسه، بس تحولات الزمن عم يتحول والأشخاص عم تتحول، بس الأحداث نفسها عم تنعاد، وهي الكارثة. كانت زمن نجيب الرئيس، وأنا أخذت سوريا زمن نجيب الرئيس، كانت المنطقة كلها فايتة على زمن جديد وأدوات جديدة. كيف استخدمت هاي الأدوات؟ هذا اللي أنا كنت كتير حابة إنه أطرح فيه أسئلة من خلال الكتاب، إنه اللي يقرأ هالسؤال يشتغل عنده أكتر ما أني أنا يعني إنه أقدم جواب. ما بدي أقدم جواب، جواب بده يتقدم مجموعة حصيلة التفكير الجمعي. يعني نحن كمجموع واقفين بهذه النقطة الزمنية والنقطة الجغرافية، كيف بدنا نفكر لبعدين شو بدنا نعمل؟ نحن لا نخشى الظلام، يا ظلام السجن خيم، نحن لا الظلام، ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى.